تفتح مدينة شباب 2030 ابوابها اليوم في نسختها الحادية عشرة والتي تنظمها وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين. نعم مدينة الشباب تطرح من خلال برامجها المتنوعة 2400 فرصة تدريبية حيث تحاكي المدينة في نسختها الجديدة متطلبات تدريب الشباب للدخول في سوق العمل وتعمل على اكسابهم المهارات الأساسية واكتشاف وسقل وإبراز المواهب. في مختلف المجالات وقد تم تقسيم المدينة إلى فئتين الأولى للفئة العمرية من تسعة أعوام إلى أربعة عاما خلال الفترة الصباحية فيما تم تخصيص الفترة المسائية للفئة العمرية من خمسة عشر إلى خمسة وثلاثين عاما هذا وحرصت وزارة شؤون الشباب والرياضة على إدخال العديد من البرامج التي تتوافق مع متغيرات التدريب وسوق العمل البحريني حيث تم طرح سبعين برنامجا تدريبيا متنوعا كما ستحتضن المدينه مبادره سوق الشباب والذي يعرض امام الجمهور منتجات رواد الاعمال الشباب عبر مشروعاتهم الصغيره والمتوسطه